أولا أحيي كل الجزائريين والجزائريات، وخاصة الناس اللي وقفوا مع الحراكيين مع المعتقلين معي شخصيا في كل هذه الظروف الصعبة والمضايقة القضائية والمضايقة الأمنية. بعد صدور منطوق قرار مجلس قضاء طيبازا، الملاحظة الأولى لمحاولة فهم هذا القرار هو أن السلطات أرادت أن تمسح آثار قضية مزعجة على كل الأصعدة وخاصة على الصعيد السياسي. عندما يتساءل الرجل القانوني والرجل السياسي على المستوى الوطني وحتى في أفواج عمل لمنظمات حقوقية على الكيفية التي تمت اعتقال كريم طابو والظروف اعتقال كريم طابو، وخاصة وأن الجميع يعلم أن بعد قرار الإفراج من غرفة الاتهام بمحكمة قليعة صدر قرار آخر فوق كل الأطر القانونية من طرف سلطات تعتبر نفسها فوق القانون وفوق كل المؤسسات باعتقال للمرة الثانية. وبعدما بهيئة الدفاع قوية ويعني عملت في هذا الملف، قدمنا شكوى لفوج عمل على مستوى مجلس حقوق الإنسان بجانب هيئة الأمم المتحدة. أنا شخصيا تفاجأت عندما قرأت التقارير والإجابات التي قدمتها السلطات الجزائرية. زيادة على تزييف الحقائق، قامت السلطات الجزائرية بقص حلقة من الحلقات المهمة في ملفات المتعلقة بكريم طابو، وهو الاعتقال الأول والتعسف وكل ما ارتبط بهذا التعسف. أكيد أننا اليوم لو رجعنا شيئا للوراء لما فهمنا بأن الاعتقال والتخويف والتخويل هي قامت بها سلطات سياسية في إطار ما يسمى بالثورة المضادة، كأن أصبح القضاء أداة من أدوات القمع حتى تقضي السلطات على الحراك وعلى الثورة الشعبية، بالرغم من كل هذه المضايقات والاعتقالات والمعتقلين اللي ما زالوا في السجون وأحييهم وأساندهم، إلا أن شرارة المطالب وعمق المطالب وشرعية المطالب ما زالت قائمة لليوم، لأن الشعب الجزائري عندما خرج بالملايين لمطالبة بدولة القانون وبعدالة مستقلة بالحريات والحقوق، هذه بين الشعب الجزائري بسلميته بتواضعه وخاصة بوعيه السياسي بأن لا يمكن لأية سلطة أنها تتصدى لإرادة شعب لمدة طويلة، حتى ولو حاولت بأساليب قمعية أنها تخمد بين قوسين ثورة شعب، إلا أن شرارة وشرعية هذه المطالب ما زالت قائمة. واليوم لا محال الظن مهما استمر مهما طال الزمن، إلا أن الشعب الجزائري سيتحرر من كل المضايقات ومن كل هذه العوائق ومن كل هذه المصائب حتى يتحصل وينال حريته كاملة وغير منقوصة. ثم في قضية أخرى وهي المتعلقة بالملف على الصعيد القانوني، حتى ولو يعني هيئة الدفاع أعطت كل التفاصيل القانونية، إلا أنني كشخص كضحية لكل هذه المضايقات والعنف والتعسف، أتساءل في بعض الأحيان كيف بسلطات تمثل دولة تكتب تقارير تزيف حقائق أمام فوج عمل متعلق بحقوق الإنسان. يعني كان من المفروض أن الإجابة التي تقدمها السلطات الجزائرية يرقى إلى مستوى إجابة دولة لفوج عمل، إلا أن عند قراءة الإجابات التي قدمتها السلطات الجزائرية، وأنا أتحدى يعني أي واحد من الإعلام وأي واحد يريد أن يطلع على الملف،
نلاحظ بأن التأسف وفي نفس الوقت الحزن لما آلت إليه الدولة الجزائرية من مستوى التي نزلت بسمعة الجزائر بتاريخ الجزائر إلى درجة تزييف حقائق وتحويلها تحويل محاولة تحويل الأكاذيب إلى تقارير. والدليل أن في آخر المطاف خرج قرار عن هذا فوج العمل الذي أنصف كريم طابو. وإنصاف كريم طابو هو في حقيقة الأمر إنصاف للحراك وإنصاف للحرية وإنصاف لمطالب الشعب الجزائري في سعيه لبناء دولة القانون ودولة الحريات. إذن اليوم منطوق مجلس قضاء تيبازا هو الدليل قاطع بأن ما حدث من خروقات واعتقال وتعسف وظلم وعنف ضد كريم طابو اليوم لا يمكن أن تخفيه السلطات أمام مطالب يعني قوية من هيئات حقوقية دولية للاستفسار في ما يتعلق بقضية كريم طابو وقضية المعتقلين. إذن ما حدث هو أنها محاولة للنظام، محاولة للسلطات أنها تقص حلقة من مسلسل عنف حتى يعني تعطي الانطباع بأنها يعني أرجعت حق لمن يستاهله، ولكن في حقيقة الأمر أرادت أن تغطي عن دراسة للملف من طرف أطراف دولية حقوقية مختصة في ملفات الاعتقالات والسجون والحريات. إذن اليوم من جهة الرأي العام لازم يعلم بأن هذا ملف من الملفات، لأن كريم طابو مازال موضوع تحت الرقابة القضائية مع إلزامه بعدم المشاركة في أي تظاهر غير مرخص لها. والكل يعلم بأن التظاهرات السياسية ممنوعة، التظاهرات الإعلامية ممنوعة، النقاشات واللقاءات ممنوعة. إذن المكتوب في قرار رسمي لقاضي التحقيق هو أن كريم طابو ممنوع المشاركة في أي تظاهرة غير مرخص لها، وهذا يعني إبقاء كل هذه العوائق وكل هذه العراقيل تبين مرة أخرى بأن القضاء أصبح وسيلة تكميم أفواه، أصبح القضاء وسيلة لغلق كل المجالات، كأن القضاء يراد منه أن يكون وسيلة لتخويف الجزائريين. اليوم الجزائري البسيط لا يستطيع أنه يكتب مقال في صفحته الخاصة في الفيسبوك، ناس لا تستطيع أنها تنظم ندوات فكرية وندوات نقاش، لأن المنظومة السياسية القائمة حاليا حولت كل المؤسسات بما فيها المؤسسة الإعلامية، المؤسسة الأمنية، المؤسسة القضائية إلى أدوات عنف وأدوات تخويف الجزائريين. إذن اليوم مهما طال الزمن أكيد أن هذه السلطة لا تفهم هذا المنطق السياسي والمنطق الفلسفي والمنطق الطبيعي لقيام شعوب وقيام أمم. مهما طال الزمن ومهما حاولت السلطات أنها تسكت المناضلين وتخوف الجزائريين، إلا أن إرادة الشعب لا يستطيع ولا أحد أن يقف أمام إرادة الشعب، وخاصة وأن هذا الشعب بيّن للجميع أنه شعب واعي اختار أن يقوم بنضال سلمي، اختار أن يقوم بنضال يجمع الجزائريين بكل اختلافهم السياسي في إطار واحد وموحد، وهو احترام الوحدة الوطنية، العمل من أجل الوحدة الوطنية، العمل في إطار سلمي من أجل إحداث تغيير لبناء دولة القانون، دولة المؤسسات، دولة الدستور ينبثق عن إرادة الشعب، دولة القانون تكون عدالة مستقلة، دولة الحريات والحقوق. هذا هي الفلسفة. لا يستطيع لأي جهاز، لأي مؤسسة، لأي نظام، لأي شخص حتى ولو كان في أعلى درجات الاستبداد أنه يقف
ويصمد أمام إرادة الشعب. إذن اليوم الكلمة التي أريد أن أوجهها للجزائريين والجزائريات هو أنه هذا الإيمان، هذا الوعي، هذه القناعة السياسية الموجودة في كل واحد منا بالرغم من غلق كل المجال للإدلاء بالآراء والتبيان هذا الواقع، هذه الحقيقة الموجودة في المجتمع، إلا أن الجزائريين والجزائريات يعلمون فرديا وجماعيا بأن طموحهم الشخصي وطموحهم الجماعي هو بناء دولة القانون، بناء دولة تمكن الجزائري العادي البسيط أنه يعيش بكرامة وأنه يحس بأنه ينتمي إلى هذا الوطن. لأن ما نراه اليوم أنه شباب يرمي بنفسه في البحار، أنه كثير من الناس تفكر في الهجرة، كثير من إطارات الدولة في الجامعات، أساتذة جامعيين، أطباء، مهندسين، بطالين، كل شرائح المجتمع كبيرا وصغيرا يبحث عن مخرج، يبحث عن ملجأ، يبحث عن إمكانية الخروج والابتعاد من هذا البلد. ولكن في حقيقة الأمر المستقبل الصحيح الذي يضمن كرامة الإنسان الجزائري هو مواصلة النضال من أجل قيام دولة القانون، يمكن كل واحد ويعني وكل الشعب الجزائري بالتمتع بكامل الحريات والحقوق في إطار دولة القانون. شكراً.